سنبدأ مهمة جديدة في تلال جنوب فرنسا. نحن هنا لنرى إن كان بوسع كاميراتنا مساعدة العلماء على حماية واحد من أكثر المفترسات إثارة للجدل في أوروبا، الذئب. أوشكت الذئاب على الانقراض بسبب الصيد في فرنسا قبل أقل من 100 عام، لكنها بدأت في التسعينيات بعبور الحدود قادمة من إيطاليا. يعتقد أن حوالي 400 ذئب تعيش في الريف الفرنسي الآن. هذه أخبار سارة للمهتمين بحماية الذئاب، لكنها ليست كذلك للمزارعين. آلاف الأغنام ترعى في هذه التلال، وفي كل ليلة يندلع الصراع الأزلي. تنطلق الذئاب إلى الصيد في الظلام، وتمثل الأغنام هدفاً مغرياً. هذا القطيع لا يستشعر الخطر إلا بعد فوات الأوان. لا يمكن للخروف أن ينجو من براثن ذئب كبير جائع. يتهم المزارعون الذئاب بقتل آلاف الأغنام كل عام. يطلق بعضهم النار على الذئاب رغم أنها محمية بحكم القانون. عالم الأحياء جان مارك لونري يرغب في الوصول إلى حل يضمن تعايش الذئاب والأغنام معا. وهو يعتقد أن الحل يكمن في توفير الحراسة لكل قطيع من الأغنام. مجموعة من الكلاب تعمل لهدف واحد هو حماية القطيع. تقضي كلاب الحراسة كل حياتها برفقة الأغنام، وتنشأ بين الطرفين روابط قوية. استخدام الكلاب على هذا النحو فكرة قديمة، لكن الكثيرين يرون أنها غير مجدية. يريد جان مارك أن يقنع الناس بجدوى الفكرة ويكشف أسلوب عمل الكلاب، لكن معظم هجمات الذئاب تقع في جنح الليل. هل تستطيع الأطواق المجهزة بكاميرات الرؤية الليلية مساعدة جان مارك على فهم هذا النزاع؟ من المحتمل أن تظهر كاميراتنا ما إن كانت بعض أصناف الكلاب أفضل في الحراسة من غيرها، وهذا سيساعد رعاة الأغنام على اختيار الكلاب الأنسب لهذه الوظيفة. تفتح الكاميرات نافذة مباشرة على الحياة وسط القطيع. هذه الكلاب هي مزيج من سلالات الكلاب الجبلية التقليدية. إنها لا تقود الأغنام، وهي غير مدربة على حمايتها، بل تفعل ذلك بغريزتها. لكن إذا هجمت الذئاب، فهل للكلاب ارتباط كاف بالقطيع يجعلها تخاطر بحياتها في سبيله؟ ما
تحولت الكاميرات إلى نمط الرؤية الليلية، وأتاحت لنا فرصة مشاهدة ما يفعله كل كلب على حدة. يستخدم فريق المصورين أيضاً عدسات الرؤية الليلية، وهم يبحثون عن أي ذئاب قادمة من التلال. نحن في منتصف الصيف، والأغنام أكثر نشاطاً في الليل مع برودة الطقس. يتحرك القطيع بحثاً عن الكلأ الطازج، وتتحرك الكلاب مع القطيع. لكن الكاميرات المحمولة تظهر أن الكلاب تبدي استثارة متزايدة. ليس لهذا علاقة بالذئاب، بل هناك مشكلة داخل مجموعة الكلاب. هناك كلبة تتعرض للمضايقة من الآخرين. لقد وضعت ذيلها بين أقدامها لإبداء الخضوع، لكن الآخرين لا يتركونها وشأنها. بدلنا الكاميرات حتى نرى ما يحدث من وجهة نظرها. إنها تحاول الهرب، لكن الآخرين تمكنوا من اللحاق بها. يبدو الصراع شرساً، لكن الكلاب تحل نزاعاتها بهذه الطريقة. تخلصت منهم في النهاية وانسحبت إلى آخر القطيع. ما حدث يكشف عن معلومات هامة. لقد رأينا أن بعض الكلاب أكثر عدوانية من غيرها، ورأينا أن القتال بين الكلاب يؤدي إلى انتشارها في التلال. بعض الكلاب تبقى مع الأغنام، ويذهب آخرون إلى الأطراف. لكن ما هو تأثير هذه التحركات داخل المجموعة على قدرة الكلاب على حماية القطيع؟ تحوم الذئاب بحثاً عن فريسة. يعج المكان بأصناف الفرائس الأخرى كالأرانب والغزلان، لكن قطيعاً كبيراً من الأغنام هو إغواء لا يقاوم. يبدأ أحد الذئاب بالاقتراب خلسة. أحد الكلاب المنتشرة عند أطراف القطيع هو أول من يستشعر الخطر. بعد انكشاف أمره، قرر الذئب أن يبادر إلى الهجوم. للمفاجأة، يبدو أن الكلاب عندما تتوتر أعصابها تصبح حارسة أفضل، لأنها ستسارع إلى تحذير من حولها. نباح الكلاب وحده يكفي لإبعاد ذئب منفرد يحاول أن يشن هجوماً مباغتاً على القطيع. لهذا الاكتشاف أهمية عظيمة ضمن سعي العلماء لمعرفة عوامل نجاح مجموعات كلاب الحراسة.
لكن ماذا سيحدث لو تعرض القطيع لهجوم تنظمه مجموعة من الذئاب؟ الساعة الآن 3:00 فجرا. مرة أخرى الكلاب منتشرة على التلال، بعضها في وسط القطيع. والبعض الآخر حول الأطراف. تبدو الكلاب متوترة، لابد من وجود شيء ما. لا لا لا، تتجه مجموعة من الذئاب إلى القطيع مباشرة، لكن انتشار الكلاب يحول دون نجاح الذئاب في الوصول إلى الأغنام. تتوقف حالة الإنذار. تنذر الكلاب الأخرى لمواجهة التحدي. ينطلق أحد الكلاب من وسط القطيع للمساعدة على صد الهجوم، ويلوذ زعيم الذئاب بالفرار. انسحبت الذئاب الأربعة جميعها، وهذه نتيجة رائعة بالنسبة لجان مارك. لقد ساعدت الكاميرات المحمولة على تكريس أهمية اختيار كلاب ذات شخصيات متباينة. بعض الكلاب متحفز دائماً للقتال، والبعض الآخر أكثر تردداً، لكنه لا يقل أهمية عن سواه لأنه يبادر إلى تحذير الآخرين. يبدو أن المجموعة المثالية من كلاب الحراسة يجب أن تحتوي على نطاق واسع من هذه الشخصيات المتباينة. جان مارك يطلع الرعاة على الإنجاز الكبير الذي حققته كلاب الحراسة. إنهم مسرورون لرؤية الكلاب وهي تبقى قريبة من الأغنام وتراقب تحركات المفترسين وتطرد الذئاب بعيداً عن القطيع. أظهرت الكاميرا كيف تدافع كلاب الحراسة عن الأغنام. إذا ساعدت هذه المعلومات على جعل كلاب الحراسة أكثر فعالية في الردع، فربما تتمكن الذئاب والأغنام من التعايش في التلال الفرنسية لزمن طويل في المستقبل.